قل ارتفاع أسعار. نحكيه على ارتفاع الأسعار في العقارات. ما تجيبليش نهار موضوع متاع انخفاض أسعار. ما عنيش. ما فماش وما كان تاع العقارات. ما عنيش انخفاض. فما كان صاروخ ما نام. ناك تشوف. مش عنا. موقع مبوب تونس هو موقع خاص بالعقارات في تونس، قدم نهار الاثنين اللي فات 29 جان في دراسة حول أسعار العقارات في عام 2023. دونك دراسة هذه لاحظوا فيها أنه فما ارتفاع مشط في الأسعار كسوسوا للكري ولا للشراء. أهم الأرقام اللي تمت رصدها هي أنه أسعار المتر مربع مثلا بين 2022 و2023 زادت 9%. 9%. أيه. أسعار الكراء نحكي للديار. معدل وطني هذا. معدل وطني. واضح. أسعار الكراء زادت 11%. وأسعار الكراء للمكاتب زادت 15%. يعني هذه نحكيو على زياداتك هم نحكيو أون جينيرال، على خاطر فما بلايس ديجا أنا في تليفون مع سي أنيس الغربي اللي هو المدير المبوب قال اللي احنا طويكة في فيفري 2024 في ظرف شهر فما أسعار زادت أكثر. يعني احنا مازلنا في شهر بركة من العام وأسعار زادت على الأرقام هذه. عندنا قديش المتر مربع معنا في بعض المناطق؟ أنا شفت أرقام خيالية خيالية جدا. مثلا نلقاو أنه في نحكيو على مثلا الاس A والاس دو. تحكي معنا على اس بلس A اس بلس A اس بلس دو اللي هو طلب عليه كبير برشا نتاع 100-130 متر هكاك. وأغلبية الطلب في الكراء كانت على الاس دو. الاس دو اللي هي 41% من معناها العباد اللي قاعدة تطلب في إنهم عاش يخلطوا إنهم يكريوا أكثر من اس دو. أغلبية العباد إنها تكري في الاس دو بمعدل مثلا في لاك دو 2000 دينار. شو مشيت لك دو انت بالله توا مني توا هما هذا يعرف لك دو توا شوف لي ما نعرفش انا سيدي حسين شوف لي انت اللي العباد ماهيش قاعده تسكن في لك دو. لا تسكن اما هذوك حتى تبيع لهم ب 10000 فهمني ما يقلقهمش معناها الواحد شوف لي نتاع شنو مني شنو في الوطن القبلي عندك الحمامات الجنوبيه مش الحمامات الجنوبية. هذه الأرقام سكر لي برنامج محمد بجاربي. لا بقى مو حسب الأرقام اللي تمدهم أنه العبيد قاعدة تسكن كان في البلايس هذه على خطر هذه البلايس اللي مذكور اللي فهمته أنا معاش تركضوا بالطول عضو يرقدوا بالواقفة معناها فهمني هاو كزوز ليزيات فهمني واحد يرقد بالواقفة مش ينجم يخلط على جنارو معناها صحيح. لا مشكل كبير مشكل كبير وزيد عليه مثال خلنا نقولوها زادة 19% TVA اللي تعديت من 13-19% الموظفة اللي ارتحنا منها عملية ارتحنا منها من 2018 ارتحنا فينا 2018 دونك اللي ولات 2019 على البناءات المشرية من عند العقارات. دونك هذا هو سي أنيس قلت لك مدير عام وباو بعتنا تصريح صغير للديوان البزنس تفهموا فيه الدراسة هذه. احنا من البيلون هذايا فما تروا شيفر اللي انا جاستين تخيز امبورتون خرجنا بهم. الشيفر الاولين هو 9% هو نسبة زيادة الاسعار في المتر المربع ما بين 2022 و2023. الشيفر الثاني حاب نعلق عليه هو 11% هو نسبة زيادة اسعار الكراء ما بين 2022 و2023. هو ماذا لو مارشي دو لوكاسيون و مارشي دو لا فونت مربوطين ببعضهم. كان سوم الشري باش يغلى اوتوماتيكمون سوم الكري باش يتبع. والشيفر الثالث هو 15% واللي هو نسبة زيادة الأسعار الكري تاع البيرو بروفيسيونيل. هوني نلاحظوا اللي أكثر تيبولوجي اللي مطلوبة يلوجوا عليها التوانسة هي فيها زوز بيوت وسارة أنيس بلس دو. نلقاو عندنا في الكري مثلا 41% من الدوموند يجيون على زيس بلس دو مقابل 25% بور زيس بلس 3 و 28% في البوليس بلس 1. هو فما حاجه اللي نجم تعاون باش عادي يتيحوا شويه اللي هو معناتها دخل الدوله هوني واللي بالاخص نحكيه على الترشيد وحسن استغلال الترانات المخصصه للبناء. دونك لازم زاده نشجعوا على الانتاج المحلي نتاعنا. وحاجه اخرى بون هي زاده مش مربوطه كان بنا احنا مربوطه زاده بالوضع العام اللي هو الكريدي موبيلي كيف سوا معناتها لما بيع عقاري هو بيدو كم يبني باش ياخذ شافوا قرض بنكي يتكلف له غالي والشيري زاد غدوة زاد كيف تعدى قرض بنكي هو بيدو القرض متاعه يتكلف له غالي برشا. ربي يكون في عون التوانسة اللي حبلوا يشريوا منازل ولا زادة يكريوا منازل ولا يكريوا. لا لأنه الأسعار مرتفعة جدا لأنه الولوج إلى القروضات مرتفعة جدا زادة نسبة الفايدة مرتفعة جدا بطبيعة الحال وهذا يخلي وأنه شريحة كبيرة وكبيرة جدا لها ربي معناها في ربما اقتناء مجل ما نحكيو على البناء. لا ما نحكيوش لأنه ما وصلناش الغادي ذاك يزمو حصة وحده معناها. شكرا لك من إكسوما كان في إيكو ريكا.